اهلا وسهلا بحضراتكم في السيشن الجديده من Community Participation in Developing Modern Egypt، المشاركه المجتمعيه تطوير مصر الحديثه. السيشن بتاعت النهارده على Community Interventions. يعني ايه Community Interventions؟ يعني التدخلات المجتمعيه. طب ايه التدخلات المجتمعيه؟ احنا مش لسه المره اللي فاتت قلنا ساعات بيكون في مشاكل معينه وقلنا بنحلل المشكله دي ايه بطرق مستفيضة عبارة عن فريمورك 7 خطوات. طيب بعد ما بتحلل بتقول طيب انا عايز احلها بقى، بعد ما بتحللها بتحلها مش كده؟ طب هتحلها ازاي؟ Community Interventions دي بقى التدخلات المجتمعية قائمة على ايه؟ طيب الاوبجكتيفز بتاعتنا، خلينا نتكلم على ايه هي الكور كومبوننتس. اول حاجة بيحتاج تتكلم عليها انك تحدد الكور كومبوننتس والاليمنتس بتاعت الانترفنشن، بتحدد ايه هي المقومات الاساسية. كور كومبوننت يعني المقومات الاساسية والعناصر الاساسية في هذا التدخل. طيب التدخل يقصد بها مثلا برنامج، حاجة، شيء ما، زي ما هنقول دلوقتي. طيب من الحاجات اللي مثلا احنا بنعملها ان احنا عايزين نحل مشكلة، زي ما كنا بنتكلم مثلا على المرة بتاعت الاوبيزيتي، جزء من استراتيجيات الحل ان احنا بنعمل ايه يا شباب؟ ان احنا providing information، مش كده؟ مش قلنا بنقول معلومات للاباء وللامهات على ايه هي التغذية السليمة وما الى ذلك. ساعات بيبقى ده جزء من الحل providing information، وساعات بيكون enhancing skills، مثلا بتمرن عمالة مثلا في مكان ما عشان يتعلموا صنعة يقدروا يكتسبوا منها شغل، زي ما كنا بنقول مثلا أمثلة الشباب المتورطين في جريمة أو عصابات، ممكن واحدة من الاستراتيجيات بتاعتك انك تعلمهم حاجة وهكذا. فمثال providing an information enhancing skill انك تعمل حملة ما، زي ما بنشوفها كتير من الطلاب حتى عندنا من الجامعة، ساعات بيعملوا حملات معينة to educate الناس to educate the people about the problem and how to address it. من الحاجات بس اللي تخلي بالك منها دايما ان الـ education لوحده مش كفاية. Education alone is not enough. تاني، Education alone is not enough انك تحل بيه المشكلة. يعني ما اقدرش اقول مثلا ايه يا شباب هعمل education بما ان انا راجل صيدلي، يعني هعلم الناس تاخد الادوية ازاي، ما دي حاجة كويسة، بس هل يكفي؟ افرض مثلا الناس ما عندهاش تكاليف العلاج، فما اقولش اقدر عملت education والله، مش كده؟ خلاص هيغيروا سلوكهم. افرض هو مثلا واحد قاعد معاه تكاليف العلاج بس ما عنده، بعيد قوي عن اي اقرب صيدلية في حتة ريفية مثلا، يعني يبقى الموضوع مش بهذه السهولة. وحتى الإديوكيشن لوحده لا يكفي لتغيير السلوك، تغيير السلوك ده بيبقى عملية معقدة. بس الفكرة الإديوكيشن أو تعليم الناس إنك توفر لهم معلومات، ده أحد عناصر التدخل بتاع حضرتك. Modifying access barriers and opportunities. يعني إيه modifying؟ modifying يعني تغيير شيء أو تعديل شيء، تعديله طبعا بشكل إيجابي عشان تعمل تغير إيجابي في المجتمع بتاعك. ايه هو المقصود بالاكسس؟ الاكسس هنا القدرة على الوصول او الحصول على شيء. يعني لو انا مثلا يعني هو جنرال تيرم بس انا بضرب لك امثلة، لو انا مثلا حتة بعيدة، ساكن في حتة بعيدة عن اقرب مستشفى، يبقى انا عندي مشكلة في الوصول الى هذه الخدمة، او ممكن يكون عندي مشكلة في الحصول على خدمة حتى لو انا جنبها بس ما عنديش فلوس ان انا اقدر اوصل لها، فعندي مشاكل في الاكسس او الوصول او الحصول one way or the other. فدي محتاج اغير الموضوع ده اذا انا حابب اعمل برنامج تدخل مجتمعي ناجح. تغير الباريرز، يعني لو في مشاكل بتعيق من الحصول على خدمة ما او برودكت ما تحلها، يعني لو شخص مثلا عنده المشكلة في الفلوس معهوش فلوس بنرخصها له او ما الى ذلك، او بنقرب له فاسيليتي، بنخلق له مثلا مستشفى، بنوجد له مستشفى او صيدليه قريبه منه. opportunities الفرص ايضا في الحصول على شيء. طيب خلينا ناخد مثال. لو انت مثلا عندك بتعمل برنامج وعندك مثلا كتير السيدات اللي هم السنجل ماذرز، اللي هم لسبب او لاخر يعني بيعولوا الاسره لوحدهم، سواء بقى الزوج توفى او حصل الزوج ترك لهم البيت او انفصلوا ايا كان السبب. انت عندك الستات دول بيصرفوا على ولادهم. طيب انا ازاي هعمل موديفاين للاكسس والباريرز والاوبورتيونيتيز؟ جزء كبير من الباريرز اللي موجوده او العوائق او الحواجز يعني اللي موجوده عند الناس دول ان هو ما بيقدرش
الست مش بتبقى عارفة تسيب عيالها فين. طيب لو انا وفرت لهم تشايلد كير اللي هي رعاية الاطفال او المقصود بيها حضانات بالنسبة للستات دول اللي هم موجودين، بحيث يقدروا يسيبوا الطفل عدد من الساعات ويروحوا يشتغلوا، وطبعا الشايلد كير ده لازم يبقى بأجر رمزي اذا كان في أجر اصلا، فانت كده بتسمح فرصة للستات دول ان هم يقدروا يشاركوا ويرجعوا يقوموا على رجلهم ويقوموا أسرتهم على رجلهم مرة تانية. يبقى ده مثال لإيه؟ Modifying Access Barriers and Opportunities عن طريق حل Barriers. طيب حاجة مثلا زي Enhancing Services and Supports. يعني إيه Enhancing؟ Enhancing يعني تحسين شيء. طب يعني إيه Enhancing Services and Supports؟ إنك تحسن الخدمات، Services اللي هي الخدمات أو تحسن الدعم معين. مثال إلى ذلك زيادة عدد أو جودة السنترز that provide health care اللي موجود، مش كده؟ يعني أنت عندك مثلا إيه؟ في حتة ما عندهم مشكلة، ما عندهمش مستشفيات أو ما عندهمش صيدليات، يبقى هوجد لهم مستشفيات وصيدليات. في مشكلة إن الجودة في المستشفيات اللي موجودة مثلا مش كويسة، يبقى هحاول أشتغل على جودة الأماكن دي. يبقى ده مثال لـ enhancing services and support، تحسين الإيه؟ الخدمات والدعم. changing the consequences، النتائج. يفرض مثلا انت عندك ايه، محدش عايز يبني مثلا، انت بتاخد هنا ابروتش مثلا واحد من الستيك هولدرز مثلا جهاز مدينه معينه، عندك محد مثلا محدش عايز يبني في حته معينه عشان دي ايه مش جايبه همها او ما الى او مش بيكسب كتير مثلا، اللي هم الشركات البناء. ممكن انت مثلا بتديهم تخفيضات ضريبيه، بتعمل incentives one way or the other للبنائين دول ان هم تديفلوب هاوسنج جيد في اللو انكم اريا، ف اللي هي الاماكن او الاحياء الفقيره، فمور لايكلي ان هم يشاركوا فيها. طبعا مش كل الانترفنشنز فيها كل العناصر دي، انا بطرح لحضرتك امثله من كل شيء، وطبعا كل ما يبقى الانترفنشن او التدخل كومبريهنسيف كل ما بيحتوي على اكثر من عنصر من هذه العناصر، وده بيكون شيء جيد. Modifying policies and broader systems، انك تعدل السياسات والانظمه الاوسع. يعني مثلا changing business or public policies to address the goal. Changing business or public policies to address the goal. انت عندك مثلا من الحاجات الكويسه ان احنا عندنا في قوانين العمل انها بتسمح مثلا الست اول ما بتخلف بتاخد مثلا 3 شهور عشان تقدر تراعي طفلها وما الى ذلك. فهو ده مثال لبوليسي that encourages ايه؟ ان انا من ناحيه الستات دول هيستفادوا ان هم خدوا وقت ان هم يقضوه مع طفلهم، وهيستفادوا كاسره مش بس كافراد، وانا هستفاد كمان ان انا حافظت على الستات اللي انا استثمرت فيهم وعلمتهم وهيضيفوا لي وهقدر استفاد منهم كمان داون ستريم، يبقى وين وين سيتويشن. طيب ناخد مثال كده للتدخين، برضو هي نفس العناصر اللي انا قلتها قبل كده، انا بس هطبقها على مثال لو انت مثلا شغال على تدخل مجتمعي هدفه انك ايه تشتغل انك تقلل من مشاكل من التدخين ومشاكله. اول حاجه providing information and enhancing skills، هتعرف معلومات. طبعا المفروض دي تبقى حاجه اسمها theory based، مش هنخوض في الموضوع ده دلوقتي، بس بتعمل كامبين، اتفقنا كامبين يعني حمله عشان تعلم الناس على السموكينج هازردز او اللي هي ايه مخاطر التدخين. هازرد المخاطر، يبقى سموكينج هازردز مخاطر التدخين، مش كده؟ زي ما بنشوفها كتير اخواننا في منظمه الصحه العالميه وفي الجهات الاخرى بيتعاونوا مع الوزاره ايضا من ذلك. طبعا بفكر حضراتكم انك بتعلم الناس وتقول لهم خلي بالكم التدخين، وانت متذكر ان ايه الاديوكيشن لوحده از نوت انف، التعليم ده لوحده ليس كافي، لازم في عناصر اخرى في التدخل المجتمعي. طيب modifying access barriers and opportunities، قلنا تعديل او تغيير الوصول او الحصول والحواجز او الفرص. ابسط حاجه في الموضوع ده انك بتعمل ايه يا جماعه؟ ما هو الحاجز اللي عندي إيه؟ الناس معاش فلوس، مش كده؟ طيب الناس معاش فلوس هتعمل لهم ايه؟ هتوفر لهم مثلا حاجات بسعر رخيص. يعني مثلا في ادويه مثلا مشهوره زي ادويه الاكتئاب زي والبيوترين، دي من بروفن يعني مثبت انها بتساعد الناس انها تقلع عن التدخين، فبتحاول مثلا تشتغل عن طريق شركات ادويه معينه، عن طريق شراكات او مع شركات حكوميه، مع شركات خاصه او عن طريق شركات حكوميه، انك توفر مثلا بديل بسعر رخيص. دي من الحاجات اللي هي مثلا ايه، تلاقي بدائل رخيصه للويلبيوترين، انت كده بدات عملت حاجه كويس، او انت كجمعيه اشتريت مثلا حاجات ويلبيوترين وفرتها في المجتمع
اللي هو ويلبيوترين ده اللي هو دواء بيساعد في الاقلاع عن التدخين، والولينتا البدائل بتاعته، او نيكورات والحاجات التانية. بس للاسف نيكورات يمكن مش موجود له برضو، يعني ايه حاجات رخيصة قوي. فالفكرة ان حضرتك بتعمل ايه، بتحاول ترخص المنتج، توفر منتج رخيص او ما الى ذلك، مثال لايه انك تريديوس الباريرز، تريديوس ذا باريرز. طيب انهانسينج ذا سيرفيس اوف اند سبورت، احنا قلنا انهانسينج سيرفيس او سبورت اللي هو تحسين الخدمات او الدعم. طيب مثال لذلك انك تزود عدد او كفاءه خطوط الاقلاع عن التدخين. على فكره الوزاره دايما اللي ما يعرفش رقم 16805 ده مشهور جدا، والوزاره دايما بتقول للناس اللي بيفكروا يقلعوا عن التدخين ومحتاجين اي نوع من انواع الدعم يتصلوا على الرقم ده. فلو انت مثلا شغال في بروجكت انك تقلع، تساعد الناس تقلع التدخين مثلا على المستوى الوطني، بتقوي عدد قوته من ناحيه عدد الخطوط او قدرتها على تقديم مساعده انسان. ده مثال ايضا. Changing the consequences، ممكن مثلا انت بتوفر employment fairs to individuals who succeed in quitting، بمعنى انك بتوفر مثلا عايز اشجع الناس ان هم يقلعوا عن التدخين، فهعمل ايه؟ هقول يا جماعه اللي هيقلع عن التدخين هنعمل معرض توظيف له هو والناس اللي اقلعوا، بحيث ان احنا هنوفر لهم فرص عمل، فالناس يبقى عندها انسنتيف او حافز ان هو يقلع عن التدخين، بما ان حضرتك غيرت العواقب، طبعا غيرتها بشكل ايجابي، اللي هو يقلع عن التدخين هيجي له فرصه في العمل. Modifying policies and broader system، يعني من الحاجات تغيير السياسات، اشهر حاجه اللي بتنجح في اي مكان في العالم، يمكن الناس ساعات بتهزر بتقلس عليها، بس هي في الحقيقه انجح شيء في اي حته في العالم. عايز تخلي الناس تقلل التدخين، في حاجات الاديوكيشن ساعات ينفع ساعات ما ينفعش، ساعات الحاجات دي تنفع، بس انك تزود سعر السجاير على طول دي بروفن ان هي بتقلل من نسب التدخين بدون شك. طيب يبقى اتكلمنا على اول موضوع ان انت بتفهم عناصر الانترفنشن وبتكونها، بتخلق حاجه اسمها لوجيك موديل. لوجيك موديل ايه هو اللوجيك موديل؟ جاي من كلمه المنطق، مش كده؟ لوجيك موديل اللي هو المنطق، زي ان عدى علينا في مسرحيات مدرسه المشاغبين والكلام اللطيف ده. طب اللوجيك موديل ده عباره عن ايه؟ عباره عن صوره، انت حضرتك بترسم رسمه كده معينه، عباره عن بيكتشر او دايجرام، where you can see how your effort or initiative is supposed to work. قبل ما بتنفذ مشروعك يا جماعه في مرحله التخطيط، انت بتبدا ترسم لنفسك لوجيك موديل، النموذج المنطقي. النموذج المنطقي ده عباره عن ايه؟ بيان واضح فيجوال يمكن رؤيته كده قدامك على الورق، للانشطه اللي هتحصل والتغيير والنتائج اللي تتوقع انك تشوفها للمجتمع وافراده. Explains why your strategy is a good solution. يعني المفروض انا لو شخص مثلا بفكر ادي لك فلوس ولا لا عشان تعمل المبادره المجتمعيه او التدخل المجتمعي دوت، هبص على الصوره كده هقتنع، اقول الله ده البروجكت ده حلو وشكله هيعمل نتائج كويسه فعلا. طيب فكر دايما في اللوجيك مودلز دي as a series of if then statements، لو عملت كذا يحصل كذا. يعني ايه الكلام؟ الناس اللي يمكن بتوع الكمبيوتر يمكن might be interested in get this more than others يعني. بس الفكره انت عندك resources او input، المدخلات او موارد، مش كده؟ عندك certain resources they are needed to operate your program، اي برنامج اي مبادره مجتمعيه اي شيء كان، مش كده؟ محتاج موارد، محتاج فلوس، محتاج ناس، محتاج اجهزه، زي ما على حسب ما يكون، مش كده؟ طيب ثم السهم رايح لايه؟ الناس دول هتعمل بيهم ايه؟ هتعمل بيهم نشاطات، مش كده؟ لو انت عندك فلوس وموارد وكل الحاجات دي هتعمل نشاطات. If you have access to them then you can use them to accomplish your planned activities. ممكن بقى يعملوا النشاطات او المقصود بيها الحاجات، يعني مش نشاط بالضروره نشاط رياضي يعني، بس قصدي يعملوا الاكتيفيتيز، الحاجات الاكشنز يعني اللي بتساعدك. بيطلع outputs if you accomplish your planned activities ف hopefully to deliver the services اللي انت عايزها. حلو. ومن الاوتبوتس دي يطلع اكشنز اوتكم او اوتكمز عفوا. الاوتكمز دي if you accomplish your planned activities to the event you intended to the extent you intended عفوا then your participants will benefit in certain ways. يعني عشان اجيبها لك كده بالعربي وبالخلاصه، الاوتبوت هو المخرج، انت عملت الحاجه ديت عملت ايه؟ النتيجه بقى
هو الاوتكم، النتيجه نتجت ليه. وهقول لحضرتك في مثال اللي جاي ده عشان يوضح لك الفارق بين الحاجات دي وبعض. افرض انت عندك مثلا برنامج او مبادره مجتمعيه عايز تساعد الناس المرضى السل ان هم يكملوا من العلاج بتاعتهم. مرضى السل ده مشهور ان هو بيتعالج على مدى يعني فترات طويله، فبياخد وقت، ففي ساعات الناس بتقع مننا كده يروحوا ما يجوش. طيب افرض انت عندك مبادره مجتمعيه عايز تشتغل في المنطقه اللي انت فيها، عايز تساعد الناس ان هم يكملوا العلاج بتاع الخاص بايه، بالسل. اول حاجه نرجع لللوجيك موديل بتاعنا واحنا بنخلقه، هنقول في انبوت، مش كده؟ ايه الانبوت بالنسبه لي؟ انت عايز الناس، ما المشكله ايه؟ ما بيعرفوش يروحوا وبيجوا، يبقى انا عايز فاندنج، عايز فلوس تو سبورت باس باسز اور اكستندد كلينيك اورز، مش كده؟ انت محتاج فلوس، الانبوت بتاعك فلوس. ايه الفلوس ليه؟ عشان ان انا مثلا هقول للناس دول بالفلوس دي احدي الناس فري باس باس، يعني اديله ابونيه يعني بتاع اتوبيس او ترام او غيره، او ان انا اصرف بالفلوس ديت على ساعات ممتده للعياده، بحيث الناس اللي مش قادره مثلا تجي لي الصبح تجي لي بالليل او العكس. ادكويت ستافنج تو كوندكت اكتيفيتيز، محتاج ناس، مش كده؟ يعني ايه ادكويت ستافنج؟ ستاف يعني اللي هم الناس اللي جوه المكان، يعني لو انت صيدليه فيها صيدلي ومساعد وكده، لو انت عياده فيها الطبيب والمساعد وما الى ذلك. يبقى ادكويت ستافنج محتاج في الاول فاندنج فلوس، محتاج ستافنج ناس، محتاج سبورت فروم مانجمنت فور كوندكتنج اكتيفيتيز انكلودنج اكستندد كلينيك اورز، محتاج الدعم من الاداره، سبورت فروم مانجمنت، الدعم من الاداره عشان تقدر تقوم بايه، بهذه الايه النشاطات. الاكتيفيتيز بقى اللي هتتعمل عباره عن ايه، انك توفر انسنتيفز للبيشنتس، توفر محفزات للمرضى ان هم يجوا بشكل او باخر، تو اكستند الاورز فور ان بيشنت دي او تي اللي هو دايركتلي اوبزرفد ثيرابيز، يعني انت استغليت بقى الفلوس اللي جات لك دي وعملت الاكتيفيتي انك زودت الساعات. تريننج ستاف اون ستراتيجيز فور فولوينج اب افتر ميست ابوينتمنت، هبدا امرن مثلا الطاقم اللي معايا سواء طاقم التمريض او الطاقم المساعد لاستراتيجيات معينه، ان الناس اللي المفروض كانوا يجوا ياخدوا العلاج بتاع السل وما جوش نكلمهم بالتليفون ونتابعهم، نشوف انتوا ما جيتوش ليه. Follow up same day after missed appointments، الناس المفروض يجوا لي النهارده وما جوش، هعمل معاهم follow up. يبقى دي انشطه انا بعملها، activities انا بعملها اعتمادا على ايه؟ الانبوتس اللي كانت معايا، الفلوس والناس والاجهزه وغيره. طيب الاوتبوتس اللي طالعه سواء عدد او نسبه، patients بقى هم اللي اديتهم باس باس في ايدهم، كم واحد استلم في ايده الباس باس الابونيه بتاع الاتوبيس، كم واحد جه للعياده during the extended hours، يعني احنا لو موعدنا 8 ل 4 زودنا خلينا موعدنا من 8 ل 10، كم واحد جالي في الفتره الاضافيه اللي هي من 4 ل 10. طيب staff trained on strategies for following up after missed appointments، مش كده؟ كم واحد قدرت امرنه، كم واحد قدرت امرنه بحيث ان هو يقدر يتابع المرضى اللي كانوا المفروض يجوا وما جوش. طيب المرضى نفسهم patients who miss visits and are rescheduled within 24 hours، الناس اللي ضاع عليهم الميعاد مثلا ما قدروش وعملنا لهم rescheduling وتابعناهم، كم مريض؟ ده المقصود بالاوتبوت، بعدد او بنسبه من الناس اللي انت بتتابعهم. تطلع لك بقى الايه الاوتكم، النتائج. النتائج ثلاث حاجات، شورت وانترميديت ولونج تيرم اوتكم، على المدى القصير او المتوسط او البعيد. على المدى القصير النتيجه اللي انت عايز توصل لها ايه يا جماعه؟ انت عايز توصل ان ديكريز ان بيشنت واكسبيرينس ترانسبورتيشن اند سكيدولينج باريرز، انك تقلل من عدد ونسبه المرضى اللي بتواجههم مشاكل في الانتقالات ومشاكل ان هم يلاقوا ميعاد يناسبهم وما الى ذلك. عايز تو انكريس بيشنتس هو درايف ات ذا كلينيك فور ان بيشنت دي او تي، انت عايز تزود عدد المرضى اللي بيجوا لك للعياده عشان ياخدوا الرعايه المطلوبه، مش كده؟ مش ده الحاجتين القصيرتين الامد النتيجتين اللي بدور عليهم؟ طيب بناء عليه في انترميديت تيرم اوتكمز، نتائج متوسطه الامد اللي هي ايه؟ ديكريز ان بيشنتس وذ ميس دوزز اوف ان بيرسون دي او تي، بتقلل عدد المرضى اللي ضاع عليهم ايه؟ الدي او تي. ثم ياخدنا لللونج تيرم اوتكم اللي هو النتيجه المبتغى بقى بتاع اللي انا عايزه اوصل له في الاخر، اللي هو زياده في عدد المرضى اللي كملوا التي بي تريتمنت بتاعتهم بالكامل، اللي كملوا علاج السل بتاعهم في الكامل بنهايه البرنامج.
ده مثال زي ما حضرتك شايفه، بداية من الانبوتس والاكتيفيتيز والاوتكمز، المخرجات ثم النتائج short او intermediate او long term outcomes. طيب evaluating solutions to community problems، حضرتك اهو دلوقتي بتطلع فكرت في حلول وسياسات وحطيتها في لوجيك موديل جميل، بتسأل نفسك بقى شوية حاجات وانت بتقيم الحلول اللي انت بتطرحها للمشاكل المجتمعية. ايه الحاجات اللي بتقيمها؟ اولا هل الحلول دي عملية؟ Are they practical؟ هل يمكن تنفيذها يعني ولا لا؟ Are they effective؟ هل هي فعالة؟ يعني مثلا انت هتجيب دواء معين للويلبيوترين ده هترخص سعره، طب هو الدواء ده اصلا فعال؟ مش كده يا جماعة؟ هل الفكرة اللي مثلا ان انا احط تاكسز على السجاير هل دي فعاله؟ انا عارف ان هي فعاله، عارف من الليترتشر الادب، يعني اللي هو مش المقصود الادب الكتب العاديه، يعني الميديكال ليترتشر يعني او الفارماسيوتيكال بوليسي ليترتشر، ان الحاجات دي فعاله انها بتقلل من فرص التدخين. طب ار دي كوست افكتيف؟ يعني دي حته يمكن ليها دعوه بال هيلث ايكونومكس وفارماكو ايكونومكس لو بنتكلم من المجال الصحي، يعني فعاله من حيث التكلفه. يعني ايه فعاله من حيث التكلفه؟ يعني انت عايز حاجه تصرف عليها مش كده يا شباب، وفي نفس الوقت الريع اللي بيجي لك يبقى جايب همه. طيب هل هيكون من السهل انك تطبق الحلول؟ هل سيكون من السهل انك تطبق الحلول؟ Will they be easy to put in practice؟ هل ممكن يتعاملوا عن طريق الجروب ممبرز ولا هتحتاج اوتسايد هيلب؟ يعني انت عندك الجمعيه بتاعتك او مجموعه الشباب المتطوعين معاك، هل ممكن الجروب ممبرز دول يحققوا ينفذوا الحلول دي ولا هتحتاج ناس زياده؟ بمعنى خلينا مثلا نقول لو انا مثلا نرجع للمثال بتاع تدخل مجتمعي عشان يساعد المرضى ياخدوا ادويه التوبركلوزس السل، هل انت عندك الناس كافيين دكاتره ومتمريض وصيادله وما الى ذلك، ولا هتحتاج ناس اضافيين؟ لان لو هتحتاج اوتسايد هيلب لازم تحط في ميزانيتك وتعمل في حسبانك وقت ان انا هجيب ناس ومرنهم واشغلهم ومرنهم، وهسال نفسي بقى هاو ماتش تايم ويل ذس تيك، هل الموضوع ده هيستغرق وقت قد ايه، ويل اني ون نيد تو ليرن نيو سكيلز، هل هيحتاجوا يتمرنوا حاجات معينه مثلا جديده على اجهزه جديده على ادويه جديده على استخدام سوفت وير معين؟ طيب سؤال تاني بسال نفسي وانا بطرح الحلول، هل سيتم قبول الحلول من قبل جميع المعنيين؟ Will it be accepted by everyone involved؟ بمعنى الجروب ممبرز who will be affected and those doing it and paying for work. يعني ممكن انت عارف مثلا ان ايه واحدة من الحاجات مثلا انك تغير مثلا في بوليسي معينة او انك تعمل حاجة معينة او توفر ادوية بشكل معين، ممكن الناس اللي في المجموعة مش قابلين الموضوع ده، يقول لك لا يا عم مش عايز اصرف على الحاجة الفلانية دي، مش عايز اعمل اكستندد اورز يا عم، مش كده؟ افرض المجموعة بتقول لك لا مش عايزين نشتغل لوقت متأخر، يبقى كل الحاجات دي محتاجة to be taken into consideration ونقدر نحاول نشوف لها في حلول. يعني مثلا الناس مش عايزين يظهروا، طيب هل ممكن مثلا خليهم يشتغلوا يقوموا مثلا باداء المهام بتاعتهم في الوقت ده، ونحاول نجيب ناس وقت بالليل نعمل نبدا بسكيل صغير، وهكذا تفكر في حلول. How about the community as a whole؟ دي حاجه هنتكلم برضو عنها في الموضوع بعد كده يمكن في حته الاثكس، بس الفكره هل مثلا المجتمع باسره هيرحب بالحل بتاعتنا؟ يعني ساعات مثلا نيجي نعمل ايه، نقول هنعمل مستوصف مثلا او فاسيليتي يعني معين لعلاج الادمان، ممكن المجتمع نفسه يقول لك لا انا مش عايز يا عم الموضوع ده جنبي، برغم ان هم على الورق يقول لك انا عايز اساعد، بس ساعات يجي في حاجه زي كده مثلا يرفض حاجه زي كده، فمحتاجين نفكر هنتعامل مع هذا الامر ازاي. يعني مثال evaluating solution عشان ادي حضرتك مثال لفكره الكوست افكتيفنس ديت، ان حاجه تبقى جايبه همها من ناحيه الفلوس. ساعات بيبقى في حاجات يا جماعه رخيصه قوي وفعاله قوي مش محتاجه اصلا ان انا اعمل لها حتى هيلث ايكونوميك او فارماكو ايكونوميك اناليسيس، في حاجات تانية ببدا احلل اشوف هي جايبه همها اصلا ولا في حاجه ارخص منها ممكن تكون احسن اقل شويه بس احسن. مثال للموضوع ده مثلا كان فكرة النظارات يا جماعة، يعني كان نيويورك تايمز من كام سنة كده قالت it's a simple way to improve billion lives، يعني أكتر من في ناس كتير عندها مشاكل في الرؤية على مستوى العالم، وعندك نظارات طبعا مش بتكلم على البراندز الغالية، بس ممكن تجيب نظارات
بحاجات رخيصة جدا وممكن تساعد ناس على الرؤية. فحاجة زي كده كوست افكتيف. ليه كوست افكتيف؟ سعرها كويس وفعاليتها ممتازة. طبعا ده الخلاصة، يعني اللي حابب يعرف اكتر يبقى ياخد كورس الفارماكوكونومكس او يدردش معايا لو مهتم بالامر. طيب، من الحاجات اللي محتاج برضو اخدها في اعتباري ان انا to consider factors that affect community members participation in implementing solution. دايما ايه، زي ما اخونا شيكسبير كده بيقول to be or not to be that is the question, to participate or not to participate في العمل الايه المجتمعي. دايما في حاجات بايه بتتبادر الى ذهن الناس، فمحتاجين نحط نفسنا جوه دماغ الناس عشان نقدر نشجعهم على المشاركه. ازاي الكلام ده؟ ايه اللي ممكن بيأثر على ان الناس تشارك او لا؟ ممكن في حاجات بيرسونال فرديه، مش كده؟ زي واحد مثلا صحته، واحد صحته كويسه، التاني صحته مش مساعداه، واحد يقدر يتحرك، واحد مثلا عنده مشاكل في حركته، الفقر، support from family and friends، ممكن ناس تكون بتشجعه على العمل التطوعي والعمل اللي فيه مشاركة، ممكن ناس تقول له الهبل اللي هتعمله وهكذا. confidence, life experience and previous experience and interest and so on. في حاجات مجتمعية زي المسافة، زي مثلا الphysical accessibility of buildings. افرض انا مثلا على كرسي مثلا متحرك وعايز اتطوع، بس المبنى اللي فيه الجمعية بتاعتك مش قادر اخشها عشان مش ما فيهاش رامب كده يصلح لذلك وهكذا. الترانسبورت، افرض انا احب اشترك مع الجماعه بتاعتك بس ما فيش اتوبيس يقدر ياخدني او ترام او غيره وهكذا. يبقى في حاجات سواء بيرسونال او سوسايتال تؤثر، اما فرديه او مجتمعيه، ممكن تؤثر على ايه؟ يعني فكره ان الكوميونتي ممبرز اعضاء المجتمع يشاركوا في تنفيذ هذه الحلول. محتاج تخلي في ذهنك كده الـ incentives for participation. ايه الـ incentives for، ايه المحفزات لاعضاء المجتمع ان هم يشاركوا؟ الفوائد المتوقعه، مش كده؟ الـ anticipated benefits، يعني people see an opportunity to better their own lives. ببساطه مثلا لو احنا قاعدين اهو مثلا في قريه وقلنا القريه دي عندنا مشاكل في موضوع الميه، عندنا مشاكل في الكهرباء، هنعمل مثلا حل، هنلم فلوس من بعض نحاول نصلح حاجه معينه، عندنا مشاكل في كذا، في مدينه، في حته معينه. على فكره الكوميونتي ده ممكن يكون حتى زي ما اتفقنا ممكن مجموعه عمارات كومبلكس، يعني عادي يعتبر كوميونتي برضه. فايه اللي ممكن نعمله اللي يخليني اتشجع ان انا اشارك؟ ان انا عايز احل مشاكلي، عايز احسن جوده حياتي، فانتسيبيتد بنفيتس، الفوائد المتوقعه. حاجة تانية ان community participation motivates people to work together. الناس في المجمل بيحسوا ان هم satisfied، يعني سعداء او راضيين لما يشوفوا ال benefits of their involvement، بيحسوا في معنى لحياتهم لما يعملوا عمل تطوعي، بيحفزوا ان هم يشتغلوا سويا. يعني في social, religious or traditional obligations، مش كده؟ احنا عندنا بنفخر في ثقافتنا ان احنا المصريين جدعان وبيقفوا جنب بعض وكده، وده طبعا له موروث ثقافي وديني ومجتمعي وما الى ذلك. remuneration in cash، الحوافز النقدية او المكافآت النقدية. ساعات في ناس يعني هي حابة تشارك عشان تقول لك والله اطلع شوية فلوس، لو انت مثلا معك منحة من جهة ما حكومية او غير حكومية وبتقدر تساعد الناس مثلا تعلم الناس، مش كده؟ فجايب ناس اهو، او زي مثال التيوبركلوزز ده، هتجيب ناس لمدة مثلا بدل ما بتفتح 8 ل 4 بقيت تفتح من 8 ل 10، فترة من 4 ل 10 انت جبت ناس اضافيين ودفعت لهم، مش كده؟ فاللي بتدفع لهم دول متحفزين ان هم، متحفزين وليس متحفزين، ان هم يشاركوا في المبادرة بتاعتك. طيب، في disincentives for participation، حاجات بقى اللي ايه العكس، بتثبط يعني من همم الناس ان هم يشاركوا. اول حاجه فكر الانديفيدواليستيك سوسايتي where there is little or no sense of home of community. يعني ساعات ايه مثلا شخص تلاقيه مثلا في بيته بيحافظ على الايه، احنا عارفين يعني ايه نظافه المكان وما الى ذلك، بس ما عندوش سنس اوف كوميونتي. يعني هو هيرمي زبالته في الشارع لان هو مش حاسس، مش بالضروره يكون في الاصل شخص مش نظيف بيرسي، يعني هو ما عندوش احساس ان ده بالكوميونتي او المجتمع بتاعه. فدي فكره الانديفيدواليستيك سوسايتي، المجتمع ان انا ايه عايش لنفسي كده وبس، مش كده يا جماعه؟ انا دايما ساعات ايه حتى الناس بيقول لك فلان ده ماشي جنب الحيط، فالحيط بتقول له شويه كده يعني.
طيب unfair distribution of work or benefits among members of the community. افرض احنا اشتركنا في مجتمع ولقينا في قريه معينه هي مثلا ايه خدت الكلين ووتر والتانيه ما خدتش، فطبيعي بعد كده هتيجي تروح للقريه دي تقول لهم تعالوا اشتغلوا وشاركوا معايا كافراد او كمجتمع، مش هيحبوا يشاركوا لانه ما كان في unfair distribution، يعني توزيع غير عادل للمميزات اللي حصلت للكوميونتي. او لو انت مثلا شغلت ناس في الوقت الاضافي من 4 ل 10 مثلا، جبتهم من حته ما، من حي ما ومش من حي اخر وهكذا. The feeling that the government or agency should provide the facilities. في ناس سواء مش بس هنا، حتى في الولايات المتحده برضه يقول لك لا انا ما اعملش، يعني انا ما اصرفش، الحكومه هي اللي تصرف وانا مش مشكلتي اعمل الموضوع ده. حد حضراتكم امثله حتى الحاجات انا كنت بشوفها؟ يعني احنا دايما ايه، في ناس بتشوف المشهورة طبعا الإعلانات اللي بتيجي رمضان تقول للناس يا جماعة اتبرعوا وشاركوا وساعدوا، وفي ناس اللي بيساعد حد ما يقدر، وفي اللي بيقول خلاص مش هساعد، وفي ناس بقى اللي إيه بيقول كلام إضافي زي ما إحنا عارفين لما بيشوف الإعلان وما إلى ذلك. ف the feeling that the government or agency should provide the facility دي موجود، لا يا عم الحكومة هي اللي تعمل. أنا عايز بس أقول لحضرتك زي ما ده موجود عندنا زي ما بالظبط موجود في الخارج. يعني أنا عشت في أمريكا، بقول لك كان دايماً رسائل الكريسماس يبعت لك ماثيو 25، ودي يعني كان عبارة عن كلينك كده موجودة في فورت وين في ولاية إنديانا، وكانت بتساعد كل الناس. يعني على فكرة هي ماثيو 25 بس يعني بتخدم كل الطوائف وكل الأديان وناس ممتازة جداً. أو مثلاً سان جوز تشيلدرن ريسيرش هوسبيتال على المستوى الوطني في امريكا بيدعوا الناس بيقول لهم اتبرعوا. يعني asking community members to contribute is not exclusive to Egypt، يعني في كل حته وخصوصا في السيزونز المعينه اللي بتاعت اللي فيها الانسان بيبقى عنده حته العطاء حضره، الناس الهيئات بتطلب من الناس ان هي تساعد فيهم. وبرضه زي ما هنا زي برضه في ناس في امريكا يقول لك لا يا عم انا ما اعملش وما الى ذلك او كده. فانا عايز بس حضرتك برضو ليه بقول لك الحاجات دي، لان دايما يعني بحس ان بتساعد انك تدرو بارلل عشان تقدر تفهم السياق اللي انت عندك. بس اللي عايز اوصله لحضرتك طبيعي يا جماعه ان افراد المجتمع بيشاركوا عشان يحسنوا من جوده الحياه ليهم والاخرين. يعني بشكر حضراتكم، من فضلكم ما ننساش البارتيسيبيشن اكتيفيتي اللي هيبقى بوستد على التيمز، نخلصه بالميعاد قبل الميعاد المعلن. شكرا ليكم وأشوفكم على خير إن شاء الله.